الوطني من هذا المنبر هذا نحييه ونحيي الرجال نتاع الخفاء اللي راهم زلزلوا الارض فوق هذا المفسدين، نقول لهم زيدوا قطعونا الحبر السري باه يكون استقلال حقيقي، نقضيو على الجيوب تاع المستعمر الفرنسي، نقضيو عليها نهائيا. دكتور، ما رايك في الحلول التي اقترحها الاستاذ؟ وايضا يعني حاليا ما هي الوضعيه الاقتصاديه للجزائر؟ هل نحن امام الخطوط الحمراء؟ شوف، اكيد انا نشاطر وانا نبشر بان الحبر السري قطع، خلاص الجيش قطع خلاص. بارك الله فيك. ما يقوم به الان الجيش مع خيرين في هذا الوطن، وشوف ردة فعل تاع فرنسا وأبناء فرنسا في الجزائر، خليت أزمة على مستوى الرئاسة وعلى مستوى السفارة، لأن فرنسا تتصور بالجزائر ستان ديبارتمون أوترمير، وإحنا نقول لها مع الأسف بالنسبة لها وباعتزازها يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناك كما يطول الكتاب. إحنا نشفوا، لكن يقول محمد برونتا فاليز، نقول لهم الحمد لله أن لافاليز رجعت لمحمد. قاعدة مكيش حاجة تديرها، لازم إلا تجوز على أمبيريو دو ليزون فرونساز، هذه اللي خلات. علاش؟ يعني نقول لك علاش؟ أي دولة لازم تجوز على فرنسا، تجوز عليهم، واش تجيب تجوز عليهم؟ حتى وتجيبها من تونس لازم تجوز عليهم. نقول لك علاش؟ لأن المسؤولين تاعنا إما عندهم جنسية ثانية فرنسية، ولا عندهم دي كارت سيجور فرونسيز، كلهم إلا من رحم ربي كاع عندهم دي زابارتمون في باري وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن يعض يد يماه. يعني احنا شوف، احنا مع فرنسا ما نش رابحين والو، هما برك اللي هما رابحين حسب تحليلك وحسب تحليل الدكتور. حسب الواقع، حسب الواقع المعاش. اسمح لي استاذ، ما قلتش مانيش رابحين، انا في العلاقات الدوليه انت رابح وخاسر، لكن احنا مع فرنسا خاسرين دوفيس. لماذا؟ لان العلاقات لم تبنى على اسس سليمه، علاقات لم تبنى بالجزائريين وطنيين يتحاوروا مع فرنسيين. معليش، على النبي عليه الصلاه والسلام كان يتاجر مع اليهود، واش عيب؟ ما عندناش احنا مشكل، واش عيب؟ ما عندناش كومبلكس مع فرنسا، ما عندناش كومبلكس، ان احنا عندنا عيب مع فرنسا، لان فرنسا الرجال خرجوها من الباب، والخبثاء اللي كانوا يحكموا فينا رجعوها من التاقة. هذا هو الإشكال، لم يكن القرار الاقتصادي. أنا قلت في قناتكم باللي فرنسا منافقة في التعامل الاقتصادي مع الجزائر، الدليل تروح للمغرب تدي استثمارات حقيقية، تجي للجزائر تجيب لنا المايونيز، تجيب لنا التركيبات. واسمح لي يعني بكل احتراماتي، هؤلاء السذج المسؤولين كانوا يشوفوا يضحكوا. أنا هنا مش قضية فرنسا، الله يسهل عليها فرنسا، أنا حتى مع بريطانيا ولا أمريكا، حتى مع العربية السعودية ولا الإمارات، لازم تكون علاقة مبنية جزائري مع أجنبي، واش تعطيني واش ندي واش ندي عندي. في سياق فرنسا مع دكتور، واش قل ذوك يعني مثلا البعض ينتقد هذا الخيار أنه لازم نقطعوا مثل ما قال الحبل السري مع فرنسا، ويعني ندير وجه جديد مع فرنسا، وقال لك راح نستبدلوها بالإمارات. لا لا لا، البعض يقول هذا. شوف، بكل صراحة ما كاين لا فرنسا لا امارات، هؤلاء ابناء فرنسا يتكلموا ذلك لانه ما عندهمش الحجج. احنا حججنا دامغه، هاو ميزان تجاري، هاو شدات فرنسا، هاو شدينا هنا، هاي التعاملات بيننا وبين فرنسا. روح جيب ميزان تجاري، ما هي التعاملات؟ الامارات رانا دايرين معها شراكات فعليه، انا فرنسا انا مش ضد ما نديش معها شراكات، بالعكس ندير مع شراكات اقتصاديه، ندير مع مصالح، كل رابح رابح، لكن ماشي قضيه رابح رابح. الوصايه تنحيها، الوصايه ماهيش وصيه عليا، ند للند، بمعنى ند للند، في اطار غانيون غانيون.